لحد دلوقتي انت شايف مشوارك مع النادي الاهلي خلال منذ قدوم بيتسو موسيماني حتى الان شايفه ازاي؟ يعني هل انت راضي حتى الان عن عدد البطولات اللي حضرتك خدتها؟ ولكن قد يكون هناك عدم رضا من البعض شويه في شكل الاداء خلال الفتره السابقه. Look, when you are a professional, انظر جيدا اذا لما تكون لاعب محترف او مدرب محترف. That's the end of you. ولك تتقبل الضغوط وتتقبل الانتقادات فهذه نهايتك. Tell me if how many trophies did Pep Guardiola win? قول لي كم لقب وكم كاس فاز بيه بيب جوارديولا؟ كام؟ خمسة؟ شفت لما وشه كان شكله ازاي لما خسر بطولة أوروبا الأخيرة؟ مش هو ده الوش اللي كان لما بيكسب بنشوفه في وشه الانطباعات. شو لعب احنا كسبنا خمس ستة في ألقاب وننافس عليه في خلال سنة واحدة. حتى وأنت لاعب كرة قدم دايما بقول لعيبتي لازم شهيتك مفتوحة للفوز. لما تحس إنك حصل تشبع وشبعت من البطولات هتبقى كسول مش مكتفي بحققاته. لازم تفتح شهيتك مفتوحه. So I'm never satisfied with my team. فانا عمري ما هشبع وشهيتي هتمتلئ وانا بلعب مع فرقتي وانا بره فرقتي.